الخامسة من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بكم مشاهدينا، كل عام وأنتم دائما بخير. ونبدأ معكم بالعناوين. الملف الليبي ومواجهة الإرهاب يتصدران مباحثات الرئيس السيسي ورئيس المجلس العسكري الانتقالي لدولة تشاد. رئيس الوزراء يزور الكاتدرائية لتقديم التهنئة للبابا تودروس والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد. الأخبار بالتفصيل. عقدت بقصر الاتحادية مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد محمد إدريس ديبي. وأكد الرئيس السيسي اهتمام مصر بمواصلة التعاون مع تشاد على مختلف المستويات، فضلا عن تعظيم التعاون الأمني والاستخباراتي والعسكري لمكافحة تحدي الإرهاب والفكر المتطرف. كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية على رأسها تطورات الأوضاع في ليبيا وتداعياتها الإقليمية، حيث تم التوافق على ضرورة تضمين العملية السياسية في ليبيا آلية واضحة لخروج كافة العناصر الأجنبية المسلحة الموجودة هناك من مرتزقة وإرهابيين وتنظيمات متطرفة، مع ضمان عدم تسرب الأسلحة والعتاد العسكري لديهم إلى المحيط الإقليمي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعسر السلامين الوطني. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة عقبتها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بالسيد محمد إدريس ديبي ضيفا كريما على مصر، مثمنا سيادته العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في شتى المجالات، حيث أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة. قدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرز المرقسية وجميع المواطنين الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وخلال زيارة رئيس الوزراء لمقر الكاتدرائية بالعباسية، أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته لقداسة البابا بوافر الصحة ودوام التوفيق، وأن يديم الله عز وجل على وطننا ومواطنيه الخير والأمن والسلام. من جانبه توجه البابا تودروس الثاني بالشكر لرئيس الوزراء على زيارته، معربا عن تمنياته للحكومة بالتوفيق في مساعيها للبناء والتنمية وللدولة المصرية بدوام الأمن والاستقرار والرخاء. كما قام وزير الداخلية محمود توفيق بزيارة قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية، وقدم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.
وأشاد وزير الداخلية بدور الكنيسة المصرية في تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة واستقرار البلاد ونشر قيم التسامح بين أبناء الوطن كافة، وشدد على أن الشعب المصري تمكن عبر تمسكه بوحدته من إجهاض مخططات تفتيت نسيج المجتمع المصري ووحدته التي ميزته عبر التاريخ. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة أعدت وثيقة مهمة جدا بشأن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وسيتم إرساله اليوم لكل الوزارات. وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة شدد مدبولي على ضرورة الاهتمام بمراجعة هذه الوثيقة خاصة في القطاعات التي تهم كل وزارة، تمهيدا للاجتماع مع عدد من ممثلي القطاع الخاص بهدف إعلان ملامح هذه الوثيقة المهمة قريبا. من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى مشاركته في افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة، مؤكدا أن ما يحويه من إمكانيات متعددة حديثة تسهم في تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، بما يعكس جهود الدولة في استخدام المزيد من التقنيات التكنولوجية الحديثة في مختلف القطاعات، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. من ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول الموقف الوبائي لفيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون محليا وعالميا، حيث أكد دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة أن المصابين بهذا المتحور قل احتياجهم للذهاب للمستشفيات بنسبة 20%، كما قل الاحتياج للبقاء لمدة يوم واحد بالمستشفى بنسبة 40%، مشيرا إلى أن الدراسات أظهرت أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لا تزال فعالة في حماية المواطنين من الأعراض الشديدة والوفاة، كما أن الجرعة المعززة من تلك اللقاحات تظهر فعالية بنسبة 85% في الشفاء من كورونا. أيضا الجرعة المعززة التي تم تقديمها للعاملين في مجال الرعاية الصحية ساهمت في وقايتهم من دخول المستشفيات، كما أشار الوزير إلى توريد أكثر من 122 مليون جرعة لقاح، وقد تم استهلاك أكثر من 57 مليون جرعة. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية التابعة لوزارة الطيران المدنية بشأن تنفيذ مشروعات مشتركة لحلول تكنولوجية قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت إن الهدف الرئيسي للبروتوكول يتمثل في تفعيل دور أدوات تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المقدمة للمهتمين بالأرصاد والتنبؤات الجوية. شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العدل بشأن تنفيذ مشروع ميكنة الدورة التشريعية. ويأتي البروتوكول في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحديث والتطوير والتحول الرقمي، واتساقا مع أهداف المشروع القومي للتكنولوجيا الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي. استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الفرص الاستثمارية المتاحة بالوزارة. وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لدعم المشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل دعم عجلة التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة. من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة سعي الوزارة لتعظيم الاستثمار في المجال الرياضي والاجتماعي بالتعاون مع القطاع الخاص بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في المشروعات الشبابية والرياضية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن اقتصار أسئلة امتحانات منتصف العام الدراسي الحالي للصفين الأول والثاني الثانوي على الاختيار من متعدد،
هذا وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات منتصف العام الدراسي الحالي للصفين الأول والثاني الثانوي ستكون أسئلة متنوعة تشمل كل من أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية، مشيرة إلى أن أسئلة الاختيار من متعدد ستكون إلكترونية في المواد الدراسية الأساسية ويتم تصحيحها إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، بينما ستكون الأسئلة المقالية ورقية في بعض المواد ويتم وضعها وتصحيحها على مستوى المدرسة، وذلك بهدف اختبار مهارات وقدرات الطلاب في الموضوعات الدراسية المختلفة. وافق مجلس النواب نهائيا خلال الجلسة العامة على تخصيص نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة، كما وافق المجلس على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة. ومن المقرر أن يرأس هذا المجلس رئيس الجمهورية وبعضوية رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء، فضلا عن 4 أعضاء من ذوي الخبرة. ويختص المجلس برسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة وتحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم مشروع الهوية البصرية وتحويل محافظة أسوان إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة، أعلنت وزارة الداخلية عن مبادرة تحويل سيارات الأجرة التي تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي مجانا. الهوية البصرية اللي اتقالت ديت، احنا قلنا ان أسوان العيد بتاعها يوم 15 يناير، مش كده؟ مش عارف هل المعدة بعيد او ان احنا نقدر نعمل حاجة. كمثال، هدية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الاسكان، هدية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الاسكان، دول اللي معاهم ايه؟ معاهم الفلوس. يخلصوا لي الموضوع لو قدرنا قبل يوم 15، هنبقى كلنا فرحانين. تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بدعم مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان، بما يظهر عظمة الحضارة المصرية والتراث وطبيعتها وازدهارها، ويؤكد على أن أسوان أرض الذهب ومنبع الحضارة الإنسانية. أسواني أنا مش أي حد، أسواني أنا مش أي حد، أسواني أنا، أسواني أنا، أسواني أنا، أسواني أنا. أعلنت وزارة الداخلية عن مبادرة لتحويل سيارات الأجرة التي تعمل بالبنزين لتعمل بالغاز الطبيعي مجانا كهدية من الوزارة لأهالي أسوان. احنا ركبنا الانبوبة وركبنا دورة العربية كلها وتمام التمام ومية مية، وما فيش اي حاجة دفعناها للعربية. اشكر سيادة الرئيس اللي هو ايه وجه وزارة الداخلية على المبادرة دي. وزارة الداخلية الصراحة اتكرمت وخدمتنا وقايمين مجهود ذاتي، ما فيش اي حاجة. اشكر سيادة الرئيس على المبادرة الجميلة دي. احب اشكرك للناس دي كلها برضو، شكرتك يا رئيس برضو، الناس دي كلها اللي قدامك كده شاكرينك. وقد قامت الوزارة بإعداد المراكز الفنية المخصصة لتلك المبادرة لمواكبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق 15 من الشهر الجاري، في إطار مبادرة تحويلها إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قام به من مجهود، ونشكر وزارة الداخلية اللي هم تعبوا معانا وقاموا بالمبادرة دي، ودي مبادرة حلوة خالص. كركب الغاز الطبيعي في مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونشكر لعاتته جزيل الشكر على ما قدمه لنا. وأهل أسوان بيشكروا سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة الغاز الطبيعي. والله يعني يكفينا النظرة الجميلة لأسوان دي، كل زيارة بنحس إن هو بيعمل حاجة جديدة يعني صراحة. يا مصر متشكرين يا رئيس. كما أنشأ
أنشأت الوزارة محطة خدمة لرفع كفاءة السيارات بالمحافظة. تلك المبادرة التي أطلقها مجموعة من الشباب لتفعيل الهوية البصرية لأسوان ووجه رئيس الجمهورية بتنفيذها، سوف تسهم في إبراز الهوية العريقة للمحافظة وطبيعة شعبها وشمسها ونيلها الخلاب ومعبدها ومعالمها وثقافتها وعظمتها، لترسخ تلك الهوية في أذهان زائريها، فهي تربط بين الحضارة والازدهار الذي تشهده مصر. قامت الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي بضبط 9 عملات معدنية ترجع إلى عصور تاريخية مختلفة وشمعدان من النحاس الأصفر من عهد الخديوي إسماعيل، وذلك قبل مغادرتهم البلاد. صرح بذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الدكتور مصطفى وزيري، موضحا أن المضبوطات كانت ضمن أمتعة راكبين مسافرين للخارج، مشيرا إلى أنه فور الاشتباه في أثرية المضبوطات وإبلاغ الوحدة الأثرية تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من الفحص والمعاينة، حيث تم التأكد من أثريتها وخضوعها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وعليه فقد تم تحرير محضر وإحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة. عقدت وزيرة التعاون الدولي دكتورة رانيا المشاط ووزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير اجتماعا حول تطوير بنية تحتية مستدامة لقطاع النقل والمواصلات في مصر. وخلال الاجتماع أكدت المشاط على أن تطوير بنية تحتية مستدامة لقطاع النقل والمواصلات في مصر وتوفير وسائل نقل ذكية تعد أحد المحاور الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتعزيز العمل المناخي وقيادة التحول على مستوى المنطقة فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر. من جانبه استعرض وزير النقل المشروعات الجارية تنفيذها مثل تطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية المختلفة وتطوير الوحدات المتحركة وتقدم معدلات تنفيذ القطار الكهربائية، فضلا عن إعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق وإعادة تأهيل ترام الرمل وغيرها من المشروعات. تواصل شركة الاتحاد العربي للنقل البري سوبر جيت إحدى شركات وزارة النقل تطهير وتعقيم الأوتوبيسات كافة وشبابيك التذاكر وأماكن الانتظار، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. منذ ظهور فيروس كورونا وتعمل وزارة النقل على الحد من انتشار العدوى بين مستخدمي وسائل النقل التابعة لها، شركة الاتحاد العربي للنقل البري سوبر جيت تواصل جهودها لتطهير وتعقيم كافة الأوتوبيسات لمنع انتشار الفيروس بين المستخدمين. تم إجراءات أعلى للتركيز على موضوع التطهير والتعقيم للحفاظ على سلامة العاملين في الشركة، اللي هم أخذوا جميع العاملين عندي أخذوا اللقاحات اللازمة ضد فيروس كورونا، والحمد لله بنحمد الله إن لم تظهر أي حالة موجودة عندنا في الاتحاد العربي. ثانيا للحفاظ على سلامة الركاب. الشركة تقوم أيضا بتطهير شبابيك التذاكر وأماكن الانتظار ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة للركاب ومنع ركوب أي مسافر دون ارتداء الكمامة. كثف فعلا الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بدءا من طبعا طبقا لتعليمات وزارة النقل المستديمة، بتبدأ برش الأتوبيس مادة من الشكل الخارجي للأتوبيس، تمام. بعد كده بنبدأ بالصالون بنأكد عليها أكتر، خاصة في ظل الاحتفالات الكريسماس لأن الإقبال بيبقى كتير والكلام ده كله. الصالون بيتطهر أكتر من مرة، بيجي من جراج الشركة بيجي متعقم، وبزيد أنا التعقيم تاني هنا في المحطة. مفيش راكب بيطلع الباص إلا لما يكون مرتدي الكمامة بتاعته. تاني حاجة أنا حاطط جل معقم زي حضرتك شايف هنا، إن الراكب ممكن أديله جل وهو داخل الصالون. لو حسيت ان في راكب تعب او كده بنتناسق مع نقط الاسعاف اللي على الطريق ان هي بتوصل لنا. اول ما بنوصل المحطه بتبقى في عربيات اسعاف بتيجي تاخد الحاله وبتمشي.
إجراءات عديدة تمثل خطوات الدولة للحفاظ على المواطنين من انتشار فيروس كورونا، فمن توعية بمخاطر انتشار الفيروس إلى إجراءات احترازية مطبقة تكتشف لنا تكامل منظومة الوقاية والحماية. من مقر شركة الاتحاد العربي للنقل البري، كريم كمال، التلفزيون المصري. قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بافتتاح وتفقد عدد من مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبريد بمحافظة بورسعيد، حيث تم افتتاح 3 مكاتب بريدية متكاملة بالمحافظة وفقا لأحدث وسائل التكنولوجيا العالمية. بهدف تقديم الخدمات البريدية وفقا لأحدث النظم والتقنيات الحديثة كافة، تم تطوير 3 مكاتب بريدية متكاملة بمحافظة بورسعيد لتقديم خدمات رقمية والتي تصل لأكثر من 100 خدمة بالقطاعات المختلفة تيسيرا على المواطنين بالمحافظة. في محافظة بورسعيد بدأنا في تطوير مكاتب البريد وتقديم مختلف حزم الخدمات التي يقدمها البريد المصري. لدينا في محافظة بورسعيد أكثر من 30 مكتب بريد، معظمها طور بالكامل، باقي 7 مكاتب. النهاردة افتتحنا 3 مكاتب طورت، والباقي إن شاء الله نفتحه في خلال العام الحالي. وخلال الجولة أشاد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجهود العاملين بالمصرية للاتصالات في تنفيذ أعمال التطوير والتحديث للبنية التحتية والمعلوماتية ودعم عملية التحول الرقمي، فضلا عن مد كابلات الفايبر لعدد من المناطق بالمحافظة. نعمل دوما على تحسين مستوى الخدمات. كنا قد انتهينا من المرحلة الأولى والثانية من تطوير خدمات الإنترنت الثابت الذي نتج عنه تضاعف متوسط سرعة الإنترنت الثابت أكثر من 7 أضعاف خلال عام ونصف. الحمد لله هذا المشروع هو ما أهل البنية التحتية الرقمية التي تقيمها الشركة المصرية للاتصالات لاستيعاب الأحمال التي تضاعفت مع بداية الجائحة. بورسعيد خلاص تم يعني اكتملت تماما البنية التحتية المعلوماتية. ده بالإضافة بالنسبة لأهالينا في محافظة بورسعيد، كان معالي الوزير صدق لأهالينا في محافظة بورسعيد منطقة محمد زهران أو منطقة مهران أو منطقة المحاب، سيادة الوزير صدق بامتداد كابلات الفايبر ليهم، وفعلا تم امتدادها فعلا كابلات الفايبر ديت، وجاري حاليا ده التوصيل للمشتركين المستخدمين هنا في بورسعيد. جهود حثيثة ومكثفة من مؤسسات الدولة كافة لا سيما وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم التحول الرقمي لتتناسب مع رؤية القيادة السياسية للجمهورية الجديدة ومصر الرقمية. نهاية الخامسة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الملف الليبي ومواجهة الإرهاب يتصدران مباحثات الرئيس السيسي ورئيس المجلس العسكري الانتقالي لدولة تشاد. رئيس الوزراء يزور الكاتدرائية لتقديم التهنئة للبابا توادروس والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد. ودائما يمكنكم متابعتنا عبر مسبيرو.إيجي. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.